الهلالية أولى بأول أهداف في اللقاء عن طريق نيفيز. روبن نيفيز المتعهد أمام جاكو وضعها في المرمى. الهلال دائما في أول دقيقة لهدف هلالي منتظر. هذه لقطة نيفيز، نعم، وحصف اليسار نيفيز وكامباريا. نيفيز نعم نيفيز، جولاسو جولاسو جولاسو، مروعك يا الأزرق، مروعك يا أزرق. استمتع وتفرج، إنها تطير، إنها تطير، إنها تصفيد الكرة. روبن نيفيز وحاول تصويب. على ركلة جزاء روبن نيفيز يتقدم لهذه الكرة. الله، من يسار تياغو إلى يمين روبن، تأتي من الجانبين، الكرة مبعدة، المحاولة لروبن نيفيز. للأمام سعود عبد الحميد، كنترول سعود، يحاول الهجوم، المحاولة، نيفيز جول. الله الزعيم، يحاضر نيفيز وكرة جول، كرة جول، الهدف الأول ميشيل روبن نيفيز براس. جول جول لسافيتش، ميلينكوفيتش الزعيم يحكم بأحكامه. الهلال حيث مالكوم وميشيل وحيث سافيتش وراسياته الراسية. الله، محمد إبراهيم مع الكرة، ياسر يرجع ياسر من جديد. هذه هنا اللمسة عند روبن نيفيز، يلعب العرض حلوة بيتروفيتش، بيتروفيتش المترو، السفاح الصربي يحضر بالهدف للبريك، بيحضر كرة لمصلحة روبن، بهي كرة مكنو، هذه تسديداته، هذه تسديداته، هذه تسديداته. الله، ليلة كرنفال، احتفال في بريدة، عفوا الزعماء هكذا يضربون. الوحدة اللي واقف صح، واقف صح، هذه كرة، الله، للأمام قوية. الله، كرة ثابتة لمصلحة فريق الهلال. هذه المحاولة، روبن نيفيز عرضية رأسية. الله، هدف الهلال الثاني سيأتي عن طريق المدافع. وما بين فريق يريد أن يسجل فوز الأول في ملعبه بعد خمس غيابات. خط، الله الله، لكن الكرة إلى نيفيز، عرضية نيفيز، رأسية خطيرة. سالم مار، سالم مار، سالم تمويم، يلعب التمريرة، نيفيز تسديدة والكرة بالرأس. يا إلهي، شيء يمضي إلى أن يأتي نيفيز، يتوقف كل شيء هنا. نيفيز كرة عرضية جميلة وتسديدة. هدف هلالي ثالث، هدف هلالي ثالث، صانعين في الدوري بصناعته لثمانية. الآن الله، الرقم هي المنعرش الأخير، هي الأمتار الأخيرة، هي الكلمات الأخيرة، هي الفرص الأخيرة، عرضية هلالية. الله أخيرة، أي دقات قلوب هنا في مدرجات المملكة أرينا. هي مباراة في غاية الأهمية، كرة جميلة تصل مدرب البرتغالي السيد جورج جيسوس، مع ذلك المباراة في أرض الملعب. أكثر البرازيليين طبعا في دوري روشن، و هنري أسماء البرتغالي، المدافع حسين الشويش، روبن نيفيز. الله، على تغيير، هذا ما عمره كان صغير على مستوى كرة القدم روبن نيفيز على الإطلاق، على هجوم وتذكرون جيدا. لكن بعد هذه الكرة يحاول بعودة إلى نيفيز، عرضية نحو القائم الثاني خطيرة بالرأس، أخرى بالقدم اليمنى، نيفيز العرضية حلوة بالرأس. يا ولدي، يا جاي ميشيل، تمريرة الرد،
نيفيس عرضية نحو القائم الثاني خطيرة بالرأس. هي مباراة في غاية الأهمية، كرة جميلة المرة الثانية ومباراة اليوم يجمع الكل، 4 أهداف والفوز على الباطن بهدف. وصلت إلى نيمار والتسديدة القوية والمحاولة مستمرة والهدف. إدارة فنية برتغالية خالصة، لكن التغطية بقي الخروج، لكن افتكها نيفيز. نيفيز ممكن العرضية في مكان مستحيل. هو الذي يقول، أتحدث عن مترو، يقول أريد أن أسجل طوال الوقت، هذه مهمة. ترشف روبن نيفيز، خلاص انهار دفاع النصر، انهار الدفاع، انهار الدفاع. مالكم يتقدم من جديد لمصلحة نيفيز، يرسل كرة اتجاه محاولة، عادت الكرة من جديد. هم اسمعوا هذا الصوت، يحصل الآن على الخسارة رقم 12. مزيد مع هذا العرض الهجومي، هذا متوقع. جاه سعود وصلت إلى روبن، مر عرضها رأسي إلى الجهة اليسرى، وصلت إلى نيفيز، عرضية رأسية. لا والله فلاديم، عودة باتجاه روبن نيفيز. نقترب من الأوقات الأخيرة، نقترب من الأوقات الأخيرة. التحية أيضا من المدرب على من قدم الكرة، تصل باتجاه روبن نيفيز، الكرة هلالية إلى الأمام، رأسية، فرصة. الله لعبت يا هلال، وإن غاب المهاجمون فعل البلاهيم. عادت إلى نيفيز، الله على التمريرة، الله على الاستلام، الله على اللبس. هلال ليهز الشباك من نيفيز، نيفيز والمحاولة، نيفيز والجول، ترجع بالرأس خطيرة، سدد وجول مشمر. فريق سبهان، ترجع كرة للهلال، ممتاز الكرة والأروع، يمشي الشهراني، شهراني والكرة على القائم الثاني وضاعت. جاله في مباراة الفيحة 2-0 بينما انطلاقه سعود للاتفاق، يعلم بأنه يقابل فريق كبيرة الكلاسيكية المعتادة. روبن نيفيز يأتي بكرة، أول ناجح، ثاني ناجح، ثالث مرور جميل من جانب أيضا جمال الخطيب، أبعدت من جانب بليهي مرة ثانية، بليهي ثالثة، تغيير اتجاه اللاعب. نيفيز على اليمين، صعب على ميشيل، هجوم المرعب الذي يأتي بالخطر من كل مكان، طويلة. سعود بلمسة تصل بعد ذلك إلى نيفيز، تمريرة على الجهة اليمنى حلوة من نيفيز. طلعت إلى نيفيز من الطرف الأيسر، نيفيز في كرة عرضية ترسل خطيرة، تاتي هلال في كرة الآن، نيفيز عند كرة، نيفيز يأتي القدم، نيفيز في محاولة بينية. الله الله الله، الله.